أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومرحبا في حوار آخر وحلقة جديدة. واليوم ما زلنا في ملف السلام السودان. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بضيفي الأستاذ محمد داود بنداك، رئيس حركة تحرير كوش وعضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية وعضو مجلس القيادة لدى السودان. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا جزيلا على الاستضافة في قناتكم المشاهدة والمسموعة، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم إن شاء الله تعالى. أستاذ محمد، حركة تحرير كوش السودانية اسم جاذب وفوق كثير من التساؤلات، دارين مدخل لهذه الحركة؟ طيب شكرا. حركة تحرير كوش تأسست سنة 2004، انطلقت بإعلان المنفستو بتاعها، والاسم جاء من التاريخ، اسم اللي هو يعني لأشهر حضارة ولأشهر دولة بمؤسسات اللي نعتبرها مؤسسات الدولة المدنية الحديثة، إنها كانت دولة كوش. والاسم جاء باعتبار إنه هي ده السودان ذاته كوش، ولذلك نحن أطلقنا عليها حركة تحرير كوش السودانية. وحركتنا ما حركة وقف على المكون النوبي فقط، ولكن هي مفتوحة لكل السودانيين، ولذلك هي حركة تحرير كوش. يعني هي انطلقت في البداية انطلقت من المكون النوبي، زيها وزي باقي الحركات، يعني الحركة الشعبية لتحرير السودان بالمنفستو العظيم بتاع الراحل الرمز جون غانغ دي ميبيور، انطلقت من الجنوب وكان بمكون حتى في الجنوب، مكون في معظمه كان من قبائل القبائل النيلية بالتحديد، وإذا به عم الجنوب والشمال. ونذكر جيدا وضع الاستقبال الحافل للراحل جون غانغ عند هبوطه مطار الخرطوم. فما معنى انه الحركة انطلقت من مكون نوبي انها هي وقفة على الـ 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 النوبيين فقط، الصينية النوبية او النوبيين فقط. طيب اهدافكم شنو انتو؟ يعني الاهداف الاساسية المنفستو اللي قامت عليها الحركة؟ في الاساس اهدافنا اللي بتهم المواطن السوداني هي قيام السودان الجديد، سودان العدالة والمساواة، سودان رجل يساوي رجل، سودان الحرية، وسودان يتمتع فيه الجميع بحق المواطن المتساوي، لا فرق بين أسود وأبيض أو شرقي أو غربي أو شمالي أو جنوبي، إنما سودان يعني يحترم المواطن السوداني ويتساوى فيه الجميع وفق القوانين والدستور. نعم. طيب أستاذ محمد، وإنت عضو المجلس الرئاسي الجبهة الثورية، دخولكم في الجبهة الثورية أو شنو التقاطعات اللي جمعتكم مع الجبهة الثورية في البداية أنتم كحركة؟ التقاطعات هي كانت الـ 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 النضال الثوري اللي بتخوضه الجبهة الثورية، وكان الهدف منه هو المشاركة الفعالة عبر عضويتنا في الجبهة الثورية بما وجدناه في الدستور بتاعه، لما وجدناه من نضالاته، انه ننضم للكوكب المناضله دي ونساهم عبرها في عمليه التغيير واسقاط النظام البائد. دعتكم ولا انتم مشيتوا ليها؟ احنا ذهبنا اليها لان قرينا في دستوره ان الجبهه الثوريه بتقبل في عضويتها حتى الافراد، كل التنظيمات السياسيه والاحزاب التي تقتنع باعلان او بدستور الجبهه الثوريه. والجبهة الثورية في مكوناتها لم تكن في يوم من الأيام مكونات صرفة عسكرية، صح، في مكونات حملت السلاح، وفي قوة سياسية أخرى ومكونات أخرى لم تحمل السلاح وإنما تخوض نضال مدني ونحن جزء منها. الجبهة الثورية الآن فيها الحركة الشعبية، فيها حركة جيش تحرير السودان بقيادة القائد مني أركم الناوي، فيها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل. الدكتور جبريل إبراهيم، وفيها حركة جيش تحرير السودان بقيادة القائد الرئيس دكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، وفيها تجمع التحرير بقيادة المناضل الطاهر حجر، دي حركات مسلحة. الجانب الآخر بالتساوي في الحقوق وفي الواجبات
القوة الغير مسلحة بتناضل نضال مدني، فيها حركة تحرير كوش، فيها مؤتمر البجا، فوق الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، فوق الحزب الاتحادي الديمقراطي الجبهة الثورية، فيها التيار الثوري في حزب الأمة أو حزب الأمة التيار الثوري، وبالتالي مناصفة ما بين طيب حركات تحمل السلاح وحركات لا تحمل السلاح. الحركات التي لا تحمل السلاح بما فيها أنتوا أصدقوا يعني ككوش نفسكم، يعني شايفين أنتوا شنو وجودكم في دراماكيت الحراك في الجبهة الثورية؟ وجودنا فاعل. ما الفاعلين دي شنو؟ أنتوا عملتوا شنو؟ قدمتوا شنو للجبهة الثورية؟ ما قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام؟ نعم، ما قبل سقوط النظام احنا ناضلنا جنبا بجنب مع 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 اخواننا في الجبهه الثوريه، وقمنا بكل الواجبات المنوطه علينا والمفروض علينا القيام بها. اللي هي شنو؟ واجبات نضاليه بحته. جبت لهم دعم مثلا؟ ما هو الدعم بيجي تحت رايات الجبهه الثوريه، ما بيجي بالشخوص. انت عندما تتولى مهمه غيادة عمل دبلوماسي انت ما بتقوم به باعتبارك رئيس التنظيم والحزب الفلاني والحركة الفلانية، بتقوم به بوصفك امين الامانة المنوط بها تنفذ العمل ده لصالح الجبهة الثورية. وانت كنت في يوم من الايام كنت نائب كنت نائب الرئيس للشؤون المالية والادارية. ايوه نعم نعم. في مشاهد الان بيسأل ببساطة ببراءة شديدة جدا، الدعم كان بيجي من وين؟ يعني الشؤون المالية والادارية. الفترة اللي انا قعدتها في الجبهة الثورية ما كان في دعم مادي ملحوظ بالكاش ابدا. يعني التسليح؟ لا، ما انا موضوع التسليح انا ما غايد حركه مسلحه، ولكن الدعم اللي انا بعرفه في منظمات المجتمع المدني العالميه كان بتحلينا اللوجيستيك لعقد الاجتماعات، ومنها منظمات في افريقيا في امريكا في اوروبا، لكن ما كان في دعم عبر دعم مادي بالكاش، يعني ما كان موجود. عملية السلاح دي يسأل منها أصحاب المنظمات دي الشعب. ممكن يكون مراكز مخابرات عالمية؟ والله لا، ما منظمات معروفة، منظمة الحوار الإنساني CHD، ومنظمة القانونيين الدوليين، وهي منظمات هدفها إيقاف الحرب، هدفها التغير والتحول الى الديمقراطيه. كونه يكون فيها مخابرات او غير مخابرات، ما ده عمل انا لا استطيع ان انفيه او اكده، ولكن الشيء الملموس انا ما اظن لاحظت الحاجه دي. يعني اذا كان في مخابرات كان حيمارسوا عليك ضغوط ابدا، ما حتى ما كان بيحضروا الاجتماعات. المنظمات ما بيحضروا؟ ايوه ما بيحضروا الاجتماعات ابدا. وفي اجتماعات كان بتاعت نداء السودان قبل ما تنفصل منه الاجماع الوطني، اذا كان في اجانب بيحضروا ابدا. احنا في اجتماعات معينه حضروا الانفويس المبعوثين الدوليين بصفتهم كمبعوثين دوليين، وده عمل دبلوماسي، وافتكر انه عمل مشروع وكان لابد ان يتم. بيجوا بيبلغوا رسالات دولهم ونحن بنبلغهم رسالاتنا. في كثير من الاحيان الناس دي كان بتجي وبتمشي لكن ما كان بيحضروا الاجتماعات. نعم. طيب ده ما قبل يعني سقوط النظام، بعد سقوط النظام دوركم في الجبهه الثوريه؟ دورنا دور منو؟ حركه كوش. احنا اعضاء في الجبهه الثوريه، خضنا بعد سقوط النظام، شاركنا كجبهه ثوريه في الاعتصام بجماهيرنا بعناصرنا بعضويتنا، ساهمنا في الدعم المادي في جمع التبرعات، كوادرنا منهم من اعتقل منهم من ضرب منهم من عزب، وكانت في خيمه معروفه او منصه معروفه للجبهه الثوريه كنا وجود فيها في بداية الاعتصام، في ايام الاعتصام. نعم. وبعد سقوط النظام احنا خضنا في حوارات من اجل تحقيق السلام الشامل العادل اللي بخاطب جذور الازمه. في يعني قلنا قلنا انه من غير السلام لا يمكن ان تحقق الديمقراطيه، وهدفنا هو استقرار والسلام في السودان وقيام ديمقراطيه مستدامه. في كلام استاذ محمد على انه والله يا اخي مكونات الجبهه الثوريه نفسها فيها تناقضات. زي شنو؟ الناس ما من اقليم واحد، الافكار كلها ما واحده. في الجبهه الثوريه في ناس بيدعوا لعلمانيه الدوله، هي ذاتها في داخلها، في ناس بيدعوا لدوله في حق المواطن، في كلام عن الهامش. هسه انتم في كوش بيتكلموا عن الحريه وعداله وعن النوبيه، فدي بتخلي خوف. نحن دايرين منك تطمين
انه والله يا اخي مكون الجبهه الثوريه ده حتى لو اختلف في ما يجعله متماسك. ايوه الجبهه الثوريه ما في تناقض، هي تنظيم بيدعو للحكم المدني وبيدعو لفصل الدين عن الدوله، وكلنا كاعضاء في الجبهه الثوريه متوافقين في الحكايه دي ومتفقين ومتعاهدين عليها. الصبغه بتاعت بعض الناس بالصبغه التاريخيه بتاعتهم وجعلها ختم، انا افتكر ده ما صح، لانه الافكار والمعتقدات هي ما لا مؤاخذه ما زي البرص ما بروح. يعني الانسان قد يعتقد بنظريه وبفكره معينه وقد يتخلص منها بين يوم وليله في ويكون على نقيضه. فما ممكن نتهم ناس بانهم هم مثلا جزء من النظام او متحالف مع النظام او من فكر النظام، وهم قاتلوه وقتلوا واستشهدت قياداته، ده كلام ما صح. فالجبهه الثوريه متوافقه في حكومه مدنيه، في حكومه في سلام شامل عادل يخاطب جذور الازمه من اجل اقامه نظام ديمقراطي مستدام يتساوى فيه السودانيين. طيب علاقتكم بنداء السودان وانت عضو والمجلس القيادي لنداء السودان؟ الجبهه الثوريه هي من اوائل او هي ادعت لتاسيس نداء السودان. كان اللي هو يضم فينو برضو. اسست نداء السودان في اعلان باريس المشهود الذي تحول الى نداء السودان، وكان بضم كل قوى المعارضه. في فتره من الفترات اطرحت الهيكله لنداء السودان، أن يكون نداء السودان له هيكلة وله رئيس وأمانة عامة، وأن يكون له آلية منصوص عليها باللائحة لاتخاذ القرار بالتصويت ونسبة التصويت. في مجموعة الإجماع الوطني اعترضوا وكانوا بيعتقدوا ونحن نحترم رأيهم وأنه ما في داعي نهيكل نداء السودان، خلينا نمشي بتنظيم افقي ونتوافق. ليه رفضوا الهيكله؟ انا لا ادري ما الهدف، ولكن احنا هدفنا كان انه راي الاغلبيه هو اللي يمشي، وده من طبيعه التنظيمات الديمقراطيه. ولذلك احنا هيكلنا نداء السودان، انتخبنا رئيس كان الامام الصادق المهدي، وانتخبنا امين عام كان مني اركم الناوي القائد مني اركم الناوي، وجعلنا التصويت في بعض القرارات بتلتين وفي بعض القرارات بالاغلبيه. نعم. حسب نوع القرار او مثلا تعديل الدستور بيتم بكذا بتلتين الاعضاء، اما القرارات السياسيه العاديه بتكون بالاغلبيه. وهذا الشيء مشى وانضمت لنا حتى خروج الاخوان والرفاق في قوى الاجماع برضو اثر في عضويتهم، بس خرج منهم حزب المؤتمر السوداني وحزب البعث السوداني وحزب التحالف. السيد الصادق انسحب. السيد الصادق انسحب لانه مدته على وشك ان تنتهي. نداء السودان رئاسته دولة. ايش سحب قلنا مدة انتهى يعني؟ هي بالتداول، والله انا لا ادري الاسباب، هو طبعا قد تكون اسباب خاصة بتنظيمه كإمام للأنصار أو كرئيس لحزب الأمة، وهم حسب علمي على وشك التحضير للمؤتمر العام بتاعه. نعم نعم. ولكن نداء السودان أصلا يجب أن تكون فيه الرئاسة بالتداول. يعني في كل سنتين أو كذا يتم تغيير الرئيس و نعم. طيب انا داري لاستاذ محمد داوود، انا لسه برحب بك. مرحب بك. داري لعلاقتكم بقوى الحريه والتغيير، برضو كيف دخلتوا في قوى الحريه والتغيير؟ احنا مؤسسين من ضمن مؤسسين، لا نقول مؤسسين الوحيدين، لكن احنا من ضمن المؤسسين للحريه والتغيير. والجبهه الثوريه كان لها شرف انه الدكتور جبريل ابراهيم الامين العام للجبهه الثوريه ونائب رئيس نداء السودان هو اللي كتب المقترح الأول لإعلان الحرية والتغيير، وبالتالي إحنا أعضاء في الحرية والتغيير، ولكن عضويتنا في الأول كانت عبر نداء السودان بحكم وجودنا في نداء السودان، ولكن حتى في نداء السودان كنا فاعلين أساسيين ومؤيدين بقوة للحرية والتغيير، وما زلنا موجودين في الحرية والتغيير. طيب ما شايف إنه في غرابة في مشهد إنه الحرية والتغيير الآن هي التي تدير الدولة، والقوة المحركة للشارع والقوة المحركة الآن للبلد، وفي نفس الوقت الجبهة الثورية هي جزء من حرية التغيير، وفي نفس الوقت تتفاوض على السلام ويختلفوا الناس؟ يعني دي أشياء دائرة برضو تفسيراتها. ما أظن يعني نقدر نجزم بأنه ده خلاف أساسي ودي تناقض.
أنا ما شايف في أي تناقض. في حرب في السودان، في 7 مليون نازح موجودين في معسكرات النزوح غير اللاجئين اللي عبروا البحار، منهم من وصل ومنهم من قضى نحبة غرقا، وهذا كان نتيجة الحرب. نعم. وبيقولوا الغادة الخاضوا الحرب إنه الحرب ما كانت خيار أول ولا خيار وأحادي، إنما الحرب كان أجبروا عليها، حرب ما كانت يعني فسحة. ومن أقصى الأشياء إنك تكون في حرب، ولذلك الجبهة الثورية سعت للسلام وكانت متحمسة جدا وما زالت متحمسة للسلام بمصداقية. حينما عقدنا اجتماع لنداء السودان في للجبهة الثورية في باريس عقب الانطلاق سبتمبر من ديسمبر، بعض الأصوات تعالت إنه نحن نتآمر وهبوط الناعم وذهبنا إلى باريس، إنما ذهبنا إلى باريس لنتواثق على أن الحركات المكونة الثوري المسلح يعلن وقف شامل لإطلاق النار، وهذا ما تم، وتأييد شامل للثورة، وهذا كان واضح في المشاركات اللي ظهرت عبر الميديا والفضائيات، إنه قيادات الجبهة الثورية لن تشارك في الثورة بالسلاح، وإنما تشارك عبر جماهيرها وعبر عناصرها بالنضال السلمي المدني. ومشهود العالم كله كان بيشهد إنه الانتفاضة كانت سلمية بحتة، ما كان فيها أي عمل عسكري ولا كانت فيها حركات مسلحة بتخوضها، إنما خاضت من غير سلاح. لكن المنطق بيقول إنه إذا كانت الجبهة الثورية نفسها بكل مكوناتها هي خارجة ضد نظام الإنغاز، حركة كوش خارجة ضد نظام الإنغاز، كل المكونات الآن موجودة في الكفاح المسلح ما عدا الحركة الشعبية هي أقدم من نظام الإنغاز، خارجة ضد هذا النظام. هذا النظام زال وزال، والقوة الآن السياسية لحركة الشارع والآن بتدير الدولة اللي هي قوة الحرية والتغيير هي جزء منه. فالعجب في إنه كيف أنت جزء من النظام وبتعارض فيه وبتقاتل فيه وبتفاوض فيه؟ إحنا لا ما بنعارض. والسلام فيه. والسلام يا أستاذ محمد. التفاوض مطلب شعبي يعني. التفاوض ليس بالضرورة، لو سمحت لي، التفاوض ليس بالضرورة أن يكون معارضة. في يعني تبعات الحرب الخاضت الجبهة الثورية ضد النظام السابق هي دي تحتاج لمعالجات، والمعالجات الجبهة الثورية ترى أن تتم عبر التفاوض حتى تكون ملزمة ومشهودة وملزمة للطرفين، مش للطرف الحكومي بس، للجبهة الثورية وللحكومة حتكون ملزمة بحكم إنها اتفاق مشهود من العالم ومنظمات المجتمع الدولي. ما أرى أي 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 يعني تنافر او طيب انا طيب في اشياء داير تبريراتها. يعني مثلا الجبهه الثوريه متمسكه باعلان جوبا، تمام، وخاصه ما ورث في الماده جيم اللي تنص على ارجاع تكوين المجلس التشريعي وتعيين ولايه الولايات الى حين وصول اتفاق السلام. اعلان جوبا هو سموه اتفاق وقعت فيه الحكومه ووقعت فيه الجبهه الثوريه ووقع فيه شهود الوسيط حكومة الجنوب وشهده الاتحاد الإفريقي والإيجاد والاتحاد الأوروبي، وبالتالي أصبح الاتفاق ده مدام موقع يصبح ملزم للأطراف. نعم. من يحاول أن يغير في الاتفاق يجب أن يراجع أنه ده اتفاق، والاتفاق يعني ما 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 هي الكلام ده المنطق فيه محكوس. وأين كان المنطق عندما وقعت الحكومة على الاتفاق؟ الليلة صرح اتكلم عن أي حكومة أنت؟ اليوم صرح كبير المفاوضين أنت تقول قوى الحرية والتغيير، لا إنهم ملتزمين بإعلان جوبا ولن يغيروا فيه حرفا. وأنت بتقول إن قوى الحرية والتغيير جزء منك، وأنت بتقول لا ما دعين ولاة الولايات ولا ما يلتزمش. هل قوى الحرية والتغيير في السلطة التنفيذية؟ هي اللي تدير مش هي تدير، بس السلطة التنفيذية اللي تفاوضت ممثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، الوفد كان مكون من الاثنين، كان فيه اثنين وزراء ومفوض السلام، وكان فيه اثنين مكون مدني من المجلس السيادي بالإضافة لاثنين من المكون العسكري، وأغروا ووقعوا برئاسة نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان الفريق أول محمد حمدان دقلو، وده توقيع يعبر عن الحكومة القائمة في السودان الآن. اليوم كما أشرت لك قبل لحظة إنه الفريق كباشي صرح بأنهم هم ملتزمين بتنفيذ اتفاق جوبا،
كونه في قوة سياسية سواء كان هي في مشاركة في السلطة أو خارجها أبدت رأي، فهذا لا يعني أن الاتفاق ملغي، ده ما رأيهم هم عبروا عنه، ولكن الاتفاق ده اتفاق مشهود وملزم لنا كجبهة ثورية وملزم للحكومة. لكن ده معناه في نقطة بتاعت عدم ثقة. كيف عدم ثقة؟ ده الناس طرحوا رأيهم وهم حرين في رأيهم، بعد كده نجي نشوف السلطة التنفيذية. لا عدم ثقة، عدم ثقة. هل توافق السلطة التنفيذية على مقترح صدر من بعض قيادات الحرية والتغيير أو من بعض قوى الحرية والتغيير؟ الحرية والتغيير بتستند إنه ما نحن جزء منها. أيوه بتستند إنه الإعلان الدستوري تحدث عن ضرورة تعيين الميثاق التشريعي خلال 3 أشهر. ده في الوثيقة الدستورية. أيوه. تمام؟ أيوه. طيب ما في مادة في الوثيقة الدستورية بتقول تسود أو تدرج نصوص أي اتفاق مع الجبهة الثورية والحكومة في الوثيقة الدستورية، ويجب أي اتفاق عبر تفاوض أو عبر نقاش تم أو تفاوض تم مع الحكومة بيكون هو ملزم على أو يسود على أي قانون وعلى أي وثيقة. هي طبعاً واحدة من ثغرات الوثيقة الدستورية نتكلم عنها القانونية. شوف الكتابة منو بقى. ما خلاص واحدة من الثغرات. يعني أنت ما ممكن تقول والله يا أخي أنا داير ميثاق تشريعي في 3 شهور. وفي نفس الوقت تدي مساحة للجبهة الثورية وأي حركة بتاعت كفاح مسلح إنه والله تديها مساحة تمد الفترة الأخيرة. ما زال في براح وما زال في وقت. نحن يعني بنفتكر إنه أنتوا بتطمحوا إنه يكون الميثاق التشريعي أنتوا جزء منه بأغلبية مثلا؟ لا ما بنطمح. طيب ليه توقفين في النقطة دي بالذات؟ نحن بنقول الاتفاق السلام أهم حاجة فيه إنه بعض الأطراف في السودان السياسية تمثل في المجلس التشريعي. عندما تكون مجلس تشريعي ناقص، التجربة بتاعت تمت في 56 في جنوب السودان وخلت انه ينطلق التمرد بصورة اعنف مما كان عليه نتيجة لتجاوز مناطق معينة. حتى بعض الاطراف في الحرية والتغيير بتدعو الى انتخابات. كيف انت تدعو الانتخابات وعندك 7 مليون نازح بس في دارفور؟ كيف حيسجلوا؟ كيف حيصوتوا؟ ما عندهم ديسبليس، ما عندهم عناوين. لازم يتم توطينهم. يجب في الأول إقرار السلام الشامل العادل، وعندما نقول يخاطب جذور الأزمة نحن نعني إنه الأسباب اللي أدت إلى النزوح وإلى الحرب. يعني أنت شايف إنه الآن إذا تم تعيين ميثاق التشريع الأولى بيحصل خلل في عملية السلام؟ أنا لا أقول بيحصل خلل، بيحصل تجاوز للاتفاق اللي تم في جوا. التجاوز ده ما خلتنا نتكلم عن أرض الواقع، التجاوز أثر شنو على عملية السلام؟ الليلة إذا قامت أعلن الحكومة دي إنه والله بكرة أنا والوالي فلان وفلان وفلان ولا مدنيين. ما في تجربة، أنت عملت اتفاق حسن النوايا. وحسن النوايا ده معربون، إنه أنا نيتي سليمة وصادق في وعدي ووعدته. فما يجب أن تتراجع عن وعدك. تقدرين تشاركوا في الفترة الانتقالية وليلة كشخص ولا كتنظيم؟ كتنظيم. كتنظيمات كجبهة ثورية. اي نعم. ولذلك تشاركوا في الحكومة المنتخبة. المنتخبة ده شيء لسه ما جاء اوانه، ما غررنا. غد 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 الجبهة الثورية تتحول الى حزب ويخوض الانتخابات. غد بعض الاطراف فيها تطلع، بعض الاطراف تزيد. ده مطروح، ولكن ده ما الأزمة اللي احنا نناقشها حسي، او ما ملح. علاقتكم بالحرية والتغيير كيف؟ احنا اعضاء في الحرية والتغيير. لا اعضاء اوكي، لكن علاقتكم بها كيف برضو؟ ما ده سؤال مهم جدا. احنا ما موجودين في كجبهة ثورية. ما موظفين في الحرية والتغيير. ما موظفين في الحرية والتغيير. عندكم افكاركم؟ هم عندما احنا طالبنا من اول يوم قبل ان يخوضوا تفاوض مع المجلس العسكري وقتها ان 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 نهيكل الحرية والتغيير. وافقوا بها؟ لا ما وافقوا في الاول، وافقوا بعد ذاك، لكن تاخر. ليه تاخر؟ لانه كان القرار بالتوافق، واحيانا يغيب بعض المكونات عن الاجتماع فيفشل الاجتماع. يغيبوا، انا ما اعرف، قد يكونوا عمدا. ما شايف قوة معينة في الحرية والتغيير لا ترى ضرورة للهيكلة، ونحن نقول الهيكلة أهم أسباب نجاح التحالف بتاع الحرية والتغيير، لأنه في آلية لاتخاذ القرار. الآلية لاتخاذ القرار ده قمة العمل الديمقراطي، إنه الأغلبية الناس تصوت ورأي الأغلبية يمشي. لا يجوز أن يكون الناس يعني
يعترض تنظيم يعني ما تم في أديس أبابا مشهود، يعني غامات من الحرية والتغيير وقعت اتفاق معنا في أديس أبابا، وممكن أذكرهم لك بالأسامي. نعم. ولكن جاء تنظيم آخر موجود في الحرية والتغيير اعترض، بناء على الاتفاق اتنسف الاتفاق. نحن حريين التفاصيل لكن بعد الفاصل. ما زلنا أعزائي المشاهدين في حوار آخر مع ضيف الأستاذ محمد بنداك، تابعونا بعد الفاصل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين في حوار اخر وضيفي الاستاذ محمد داود بنداك رئيس حركه تحرير كوش السوداني. استاذ محمد، كنا بنتكلم قبل الفاصل في حوار ساخن جدا في علاقتكم بالحريه والتغيير، وبديت كلام وانا قلت هنكمل بعد الفاصل، فواصل كلامك. احنا اعضاء في الحريه والتغيير. اها. كونه في خلافات او تباين في وجهات نظر في بعض الأشياء ده ما يعني إحنا ما في الحرية والتغيير. سبقاً قلت لك إحنا مؤسسين من مؤسسات وجودنا في الحرية والتغيير. الآن موضوع الهيكل هو شكل أزمة حقيقية بيناتنا، ونحن كان عندنا حتى رأي مسبق حول أو بادرنا به في ضرورة الهيكلة، وفي قوة أخرى كانت بترى لا ضرورة، ولكن تمت الموافقة وهيكلت وفي مجلس مركزي. نحن لسه ما دخلنا فيه، ولكن حسب المؤتمر الصحفي وحسب كلام الأستاذ إبراهيم الشيك في الوليمة بتاعت الحرية والتغيير للوفود الجبهة وفود حركة جيش تحرير السودان، إنه في أربع مقاعد خالية تقريبا كده، أربع مقاعد ما خانتني الذاكرة خالية للجبهة الثورية. إحنا لسه ما ناقشنا يعني هل نشغيرها ولا أو متى. طيب يا استاذ محمد، ولكن احنا في جزء من الحريه والتغيير لا احد يستطيع ان ينفي ذلك. في اتهام انا دايرك ترده، يعني مثلا السيد محمد احمد المحجوب في كتابه الشهير الديمقراطيه في الميزان دافع عن الديمقراطيه في السودان بانها لم تاخذ حظها ومساحتها الزمنيه الكافيه، وانه اي ديمقراطيات كانت بتهزم بالانقلابات العسكريه، وكل الانقلابات العسكريه التي قامت في السودان كان بيتحدث عن فوضى الديمقراطية وعدم وعي الأحزاب نفسها بالديمقراطية. واضح إنه الآن إنه ربما يقود المشهد إلى إحساس نفس الفوضى لتعقدات التركيبة الموجودة في قوى الحرية والتغيير وفي الجبهة الثورية. الكلام اللي قبل قلته لك، يعني كل حزب يرجع لأصله، الشيوعيين رجعوا لأصلهم والأيديولوجية بتاعتهم، الناصرية والأيديولوجية بتاعتهم، حزب الأمة ترجع للدولية بتاعته. وأكبر دليل على كلامي إنه زي ما ذكرت قبل شوية السيد الإمام الصادق المهدي انسحب من إدارة السودان عشان يشكل المؤتمر بتاع الحزب بتاعه، وفعلا هو بدل المؤتمر في هذه الأيام. هو حزب الأمة لم ينسحب، تصحيح بس مهم، انسحب السيد الصادق، الصادق المهدي رئيس حزب الأمة. ما في النهاية ترتيب لحزب، في النهاية القوة الديمقراطية حزب الأمة موجود في إدارة السودان، حزب الأمة موجود في الحرية والتغيير. كونه الرئيس، انا قلت لك الرئيس في نداء السودان حسب الدستور بتاع النداء هو الرئيس دول الرئاسة، تتداول فيها القيادات من تراه مناسبا لشغل المنصب كل سنتين، وفترة انتهت. كونه هو اعلن تنازل مبكر لاسباب يسأل منها هو شخصيا سعادة الامام، انا احتمال قلت لك قد يكون في امر هام تنظيم يخصه وتنظيمه أولى به، لا نستطيع أن نقول. بعدينك موضوع الديمقراطية لم تختبر في السودان، دي حقيقة،
لا نستطيع أن ندين الديمقراطية بحكم أنها لم تجرب في السودان. يعني سنتين وانقلاب 16 سنة وأربع سنين، وسنتين وانقلاب 16 سنة، وسنتين وانقلاب 30 سنة من عمر السودان، لما تحسبها بتلقى الديمقراطية ما لم تحكم 2% من عمر الاستغلال. طيب لكن الآن كيف 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 ندين الديمقراطية ونحن ما تمينا حسي شهور من إسقاط النظام؟ لم يكتمل حتى الإسقاط في حياتي وجهة نظري. أنت شايف الإسقاط لم يكتمل؟ لم يكتمل الإسقاط. في دولة عميقة، في جيوش 30 سنة النظام مسيطر على مفردات الخدمة المدنية وعلى كل مفردات الدولة. أنا حاسس من كلامك أنك زي متحفظ على الحكومة الحالية. أبدا لا تحفظ، ولكن لم تكتمل المهام. يعني ما عندك تحفظ على المجلس السيادي؟ لا تحفظ. ولا تحفظ على الحكومة المدنية للدكتور عبد الله حمدوك؟ ولا تحفظ. طيب إذا كان الأشياء دي ما فيها تحفظ، نرجع لنقطتنا الجبال، قلنا أنه دي تفاوضها ليه؟ نفاوضها من أجل السلام الشامل العادل اللي هو لن تقوم ديمقراطيه من غيره. بس لانه ما مطلبك ولا مطلب يجيبها السوريه، بيجي مطلب الشارع العام، الشعب كله. لا، وحيقوم كيف لو ما في تفاوض؟ المطالب اللي احنا بنقدمها وبنحس انها هي قد تؤدي الى 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 مآسي ان لم تعالج، من الاحسن والافيد لاستقرار الدوله واستقرار البلد ان تتم عبر التفاوض. طيب في راي وطني عقلاني، انه ليه ما يكون التفاوض من داخل الخرطوم؟ ليه ما تجي الحركات دي داخل الخرطوم؟ الحركات ما ممكن تجي الخرطوم. ليه؟ وهي حركات مسلحه. ما هي بتقول، ما انت بتقول ان الحركات دي انا احنا كمكون جبهه سوريه. أنا شخصيا جيت. ما انت ما عندك سلاح، انت ما عندك جيش. ايوه انا جيت لانه لأن ما عندي جيش. انت كوش ما عندك جيش بتجي. ما ضاع عليك انت هسه اجبت على سؤالك. انا جيت لانه ما عندي جيش. طيب اللي عنده جيش يجي كيف؟ بيحميه شنو؟ بيحميه انه عنده جيش، عنده ترتيبات امنيه، عنده 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 عنده. لازم تعالج. وسبق انه الحركه الشعبيه ارسلت الامين العام بتاعه في الوقت ذاك او نائب الرئيس ووفدة، وتم ترحيلهم الى دوله اجنبيه، ده قبل تشكيل الحكومه كان. ولكن الان يعني الان حيجي وفد عرمان. الان على في الايام القادمه حيجي وفد رسمي من الجبهه الثوريه، فيه قيادات برضو من قيادات الجبهه الثوريه. ولكن كون التفاوض في الخرطوم دي مساله ما 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 ما, ما فيها بياضنيه كده، وفيها لا فيها بياضنيه، ما احنا موجودين. والوفد الجا زمان ده كان بياضنيه برضو، جاي من الاعتصام. الجبهة الثورية بمثل ما يعني النظام والحكومة تواغة ومتعجلة للسلام، الجبهة الثورية أكثر عجالة للسلام منه، وده ما حسيناه في جوبا في الدولتين. طيب ما شايف في سبتمبر وفي أكتوبر، ما شايف معي أنه ربما تفضي الأيام القادمة لأنه الجبهة الثورية تنصير في حزب واحد؟ سابق لأوانه، ده موجود ومطروح وبشدة، ولكن لا استطيع ان اعلنه من المنبر الاعلامي. لكن ده ايوه، لكن ده المنطقه اللي بتقود الاحداث، ما في اثنين ثلاثه طبعا. حتى لو ما اعلنته، اذا انصهرنا في حزب واحد بفتكر انه ده بيخدم الهدف اللي هو السودان الجديد. تفتكر حتظل بنفس التماسك ده؟ يفترض ذلك، يفترض ذلك. شايف انه في مقومات للتماسك؟ مقومات التماسك هي البرنامج اللي بنتوافق عليه للمرحله القادمه. نعم. اذا تحولنا الى حزب. واللوائح والنظم اللي بتدير الحزب، ولا الناس حترجع تاني لانه نحن عندنا قوه عسكريه وقوه ميدانيه على الارض، وتضعف اذا القوه اللي تكلمت عنها. اذا لم نصل، الخوف بتاعك ده موجود، موجود، وسؤال مهم جدا بالمناسبه، والاجابه بتاعته هو السلام الشامل العادل اللي بخاطب جذور الازمه تحت شرطتين، يخاطب جذور الازمه اللي هي شنو في تقديرك؟ الاسباب اللي ادت لغيامه. الاسباب اللي ادت لغيامه دي ما مشت كيف؟ ما مشت مش النظام. ما هي الأزمة في الأغاليم وفي الهامش ما كانت من 30 سنة، كانت منذ ما قبل استغلال السودان، وكل الأنظمة اللي تعاقبت على حكم السودان كانت جزء منها، من أسبابها ومن الفاعلين الأساسيين فيها. وعشان تحلها لازم لما نقول جذور الأزمة بنعني أشياء كثيرة، يعني لا يتسع المجال يعني لتفصيل دقيق فيها. ببساطة هي بس فشل في عملية إدارة العملية السياسية في البلاد. أيوة، في عملية التنمية. نعم في عملية العدل، في عملية كيف يحكم السودان. أنا ما داري أخش لك في تفاصيل قد تغضب بعض الأطراف، يعني معروف الحاصل شنو.
وده بهم ده سبب من اسباب قيام الحرب. يعني هسه الرؤيه بتاعت الجبهه السوريه فصل الدين عن الدوله دي جزء من حل الازمه السودانيه؟ ايوه جزء من حل الازمه السودانيه. كيف؟ جزء من حل الازمه السودانيه. احس ده نبض الشارع عندما عندما نقول دوله مدنيه نحن لا نلغي الدين. اي لكن انت هسه نبض الشارع ده انت ما عملت انتخابات او استفتى في انه هل الشارع ده فصل الدين عن الدوله ولا داير دين ولا داير دين ولا اسقاط النظام ولا تم عبر انتخابات. دي ثورة شعار طرح في الثورة مدني والناس بتكورك ما عن غباء ولا عن جهل عن تجربة فشل فوق الاتجاه الإسلامي 30 سنة حاكم السودان وعلى شيوخه أذكر جيدا 5 سطور أو 6 سطور كتبها شيخ ياسين عمر الإمام عندما قال أنا أخجل أن أخاطب المسلمين في المسجد المجاور لي واتحدث عن الاسلام مش عن السياسه لكن عن الاسلام لانه شنو؟ لانه ياسين مسبوق وكان الله يرحمه مختوم انه هو اي لكن الان برزت تيارات دينيه كثيره جدا ما كانوا متخيلينها الناس اصلا. يعني الناس كان اعتقادهم انه والله يا اخي التيار الديني الموجود السياسي الحركه الاسلاميه مثلا او المؤتمر الوطني، الان ظهرت تيارات دينيه كثيره جدا جدا بعيد عن ذكر اسمها وعندها وجود وممكن تمشي في اتجاه واحده. انا يعني دي حتغلي برضه الطاوله على الجميع. أنا شخصيا عن نفسي يعني لا يمكن بالتجربة المشهود لها في العالم كله محاربة فكر عقائدي بقوة القانون وبالغمع. أنت يا أستاذ محمد يعني التجربة موجودة. أنا لا أريد أن أمثل أقول لك الأخوان المسلمين فين ولا الشيوعيين وين. ما تم حل الحزب الشيوعي السوداني وفي وطرد نوابه من البرلمان 65 واعدم قادته في مايو والان الحزب الشيوعي له دار وله جماهير وله قواعد. كذلك الاخوان في دول كثيره تم حلهم وتصفيتهم وغتلهم وسحلهم وسجنهم والان موجودين. لا يمكن يعني ندوس دوس ونقتله. لا من ارتكب جرم يعاقب. من ارتكب جرم في حق الشعب يعاقب. نعم وده حق وده المنطقة السليم ده الحق. لكن احنا لا نستطيع بمثل انه نقول والله يا اخي نشيلهم كلهم برا. ما موجودين وفي قنابل موغوطة انا اعتقد من بدري مهد لها النظام. قنابل موغوطة من تنظيمات متطرفة النظام كان غامض عينه. احنا نطالب وننبه دائما الحكومة الحالية بقوات امنها ان تراقب وتفحص وتشوف أي لكن ما الآن في موية بتاع التطهير كذا تفتكر الموية أنت معاها؟ ما في تطهير. تطهير حصل وين؟ ده في موية بتاع التطهير. أنا ما شايف في تطهير. لا في. أنت شايفه وأنا ما شايفه. لا ما واضحة. يعني تقوم تفصل لك كم سفير وكم مدير ده تطهير ده ما أنت مع القصة دي؟ لا ما أنت قلت كلام مهم جدا وممتاز. أنا أي معوق لإنجاز مهام الثورة وشعاراتها وإحداث التغيير الفعلي مع 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 مع, مع شيرو لا اسال امبارح القوى الحريه والتغيير عملت مؤتمر تكلم عن انه احنا ماشيين في كويس في التطهير و ووزاره الخارجيه وزاره العدل هو تغيير وفي تغييرات موجوده حقيقيه يعني ده لابد في ناس تم ايقاع وفي ناس تم نقلهم في يتم فليكن ذلك فليكن ذلك اذا كانت ضروره لاستمرار انت ما شايف انه انت ما شايف انه هي ليس كله ما انت ما حتشيل 30 سنه في كم مليون موظف انت ما حتفصلهم كلهم بالضبط طيب تشيل قيادات مؤثره في اتخاذ القرار يعني مثلا خليني اكون صريح معك تغيير مدير عام التلفزيون القومي انا مع القرار ده ومع القرار ده بايد القرار ده لانه راجل خدم في صفوف الحزب الحاكم ونفذ سياسه الحزب الحاكم ما لا يمكن ان ينفذ لك سياستك لكن لا يمكن ان افصل كل الكادر في التلفزيون باعتبارهم هم كانوا في يوم من الايام بيتظاهروا او بيهتفوا للرئيس النظام طيب المجلس التشريعي والولا انت بتدعو لاي مجلس تشريعي ولاي نوع من الاولى؟ مجلس تشريعي قومي يمثل كل السودان مش المؤقته الجايده؟ المؤقته الجايده هاي ده يتم بعد الاتفاق طبعا اهميته انه مجلس التشريعي يا اخي اللي احنا خدينا عمر التفاوض شهر الناس صبروا لحد حس من تشكيل الحكومه ومن اعلان بيصبروا على الشهر ده. النظام ما يصبروا على الشهر شهر لا شهر قول شهر ونص بس حيغلط يقول لك انا لا اتوقع ان المفاوضات دي تنتهي يا اخي فليكن انت نفذ ما تعاهدت عليه نفذ ما تعاقدت عليه معانا التزم به ما تنط منه خليك حريص عليه
بعد كده تعال شوف من المخطئ في انه الاتفاق النهائي ما يوقع في 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 في, في شهر يناير. وانتوا كحركة كوش السودانية ما عندكم برنامج اصلاحي للدولة السودانية؟ عندنا القادمة. عندنا برنامج قائم على شنو؟ برنامجنا الاصلاحي القائم ده قائم على العدل والمساواة والحرية. شو تفاصيل يعني مثلا البرامج؟ في تفاصيل التنمية المتوازنة. التنمية المتوازنة البرنامج الاقتصادي موجود. شايف الآن ومركزين على مناطق اللي احنا منطلقين منها المنطقة النوبية. نحن في حركة تحرير كوش. يعني انت في النهاية مشيت برضو للجهوية الصغيرة دي. ما جهوية تنتشر في كل السودان. احنا ابوابنا عندنا اعضاء من كوستي وعندنا اعضاء من 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 من, من بابانوسة معانا في الحركة. لكن انطلقنا ما دقبيرك وانا شرحت لك تلك الحركه الشعبيه لتحرير السودان العامه السودان ده كله اسف نعم انطلقت من الجنوب من الجبال النيلية. الحركه اتكلمت عنها دي واتخذتك كمرجعيه لفكرتك في النهايه انفصلت مش رجعت في جنوب لا ما انفصلت الحركه انفصل الجنوب ما عندها الغى بالشمال الحركه موجوده الا الحركه الشعبيه بتاع الشمال هاي موجوده ما هي نفس المنفستو بتحمل نفس المنفستو بتاع جونقرق موجودة وعندها جماهير وعندها اتقسمت على اثنين على ثلاثة هي موجودة الفكرة ده شيء سياسي احنا ما بندخل نعم. لازم تفصل ما بين تقبل الفكرة وما بين الهيكل الموجود او الشكل التنظيمي الموجود شايفين الدولة السودانية دي بالمكونات الان الموجودة بتبنى مكونات ياتا مكونات الحرية والتغيير الجبهة الثورية الحركة الشعبية تبنى بالنقد والنقد الذاتي واصلاح الخطأ تبنى بتقبل الرأي الآخر بتبنى بعملية سياسية تبنى بالحوار الداخلي لما إحنا نطرح رأي وهم يطرحوا رأي يدونا فسحة نتناقش فيه وده أظنه ما ممنوع ولا 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 غير متاح بس يجب أن يفعل بتبنى لكن لو حجرت على اتجاه معين أو قوة سياسية معينة عليها السلام أنت متخوف من دي؟ أبداً عمري ما لا ما متخوف الناس الحجر انا أقول. متوقع كل حاجه كل متوقع احسن الفروض واسوء الفروض اسوء الفروض متوقع شنو والله يا اخي دي حاسس انت قلتها قبل شويه انه يحصل الحجر يتكلمنا عنه ما لكن اتمنى بالمناسبه ولذلك نحن صارعنا بضروره هيكله الحريه والتغيير وتم وان شاء الله يفعل وان شاء الله نكون نحن وصلنا معهم في خطوات ايجابيه يا استاذ محمد استاذ محمد بعدين انا لعلمك ما في تحالف ابدي يلا العقل دي نفكك المزه دي براح العقل الذي يؤمن بقوه السلاح في الميدان قد صعب انه يؤمن بالديمقراطيه والتنازل دي ما افتراض ده افتراض ما منطقي لا لا منطقي منطقي افتراض غير منطقي والاحزاب السودانيه دي ذاتها ما في ديمقراطيات في دواخلها ده افتراض غير منطقي ده وقائع ابدا وقائع يعني احنا بنعرف وقائع شنو؟ في الان في كوادر كانت في احزاب في 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 انت تفتكر انه في قحط دي فصلت فصلت لانه قالت اراء انت تفتكر الحرب دي نوسها؟ انا ما خضت حرب لكن الناس اللي خاضوا الحرب يعني ما مت لكن شقيت الترب قطع ما نوسها وامر الاشياء طيب الحرب. كيف يكون هي مزاجيه والخاض الحرب ما حيتخلى عنها؟ ده معنى كلامك كده ما بيتخلى عن رايه لا ما بيتخلى ما هي الديمقراطيه دي واحده لا لا واحدة هو رايه ده الحرب دي خاضه عشان الناس تسمع رايه وراي غيره عشان تتاح له الفرصه يعبر عن نفسه تتاح له الفرصه يشارك في الفعل في حكم السودان في حكم نفسه تتاح له الفرصه يكون عنده راي في كيفيه تحكم السودان يا استاذ محمد يا اخي تاريخ على تاريخ البشريه الثوريين دي لما يستلموا بعد ذاك بيكونوا دكتاتورين لا ما تجارب كثيره في بلدان حولنا الثوريين بيكونوا دكتاتورين من غير ذكر اسماء في ناس ما بيكونوا دكتاتور انت لو بتقصد موغابي او تقصد غيره كميه اذا كان في افريقيا اذا كان في امريكا اللاتينيه لا بيكونوا في كتار ما بيكونوا دكتاتورين ليه في كتار ما بيكونوا دكتاتورين مل الزناوي بتاع الشيوعية القريبة دي جاء للسلطة عبر السلاح توفاه الله أجله تم ده حالة نادرة بتغيظ عليه الزناوي جاء بعده كان نايبه وشايل سلاح لما أكمل المعلومة عشان أنت فاهم المواطن يمكن يستفيد منها جاء الرئيس اللي بعده لنزاع داخل قال أنا جزء من الأزمة وبتنازل خلوني تخبر لكم رئيس جديد وده الخاضوا كفاح مسلح مرير ضد منقسطو فده شاهد على ذلك شاهد انه المعادلة اللي انت قلتها دي او الشهود الشواهد التاريخيه او الانيه اللي قلتها دي ما مسلمه ولا مقدسه قد تحصل قد تكون لا وفي تجارب انا ذكرتها لك ده شيء يعني
طيب انا ده ارجع لملف السلام ثاني بشكل اخر. في تقديرك ما هي اهم العقبات التي تواجه ملف السلام الان؟ اهم العقبات اللي بتواجه ملف السلام هو ما اظن في عقبات، لانه انا حضرت اجتماعين في جوبا حضرتهم الحكومه مع الجبهه الثوريه في سبتمبر النوايا الحسنه، وفي اكتوبر الاعلان السياسي وخارطه طريق التفاوض، فتموا بسلاسه. الاسلوب اللي بيتكلموا به والمفاوضين عن الحكومه او التيم المفاوض عن الحكومه وعن الناس هو اسلوب اخوي اكثر من هو حواري، اكثر من هو صراع. واتوقع انه التفاوض القادم يمشي بنفس النسق وبنفس الروح، لانه الناس طواغه للسلام على اساس هي هدفها انها تبني نظام ديمقراطي بديمقراطيه مستدامه، وما اظن تحصل اسوء الفروض دي. طيب رساله الى قوى الحريه والتغيير. كرام واخوان كرام واعزاء. انا ما ادري رساله بتاعت، لا انا ما ادري رساله بتاعت حوار تلفزيوني، ده رساله حقيقيه يعني. مخاوف انت بتدعوهم انه ما يمشي أنا فيها. انا يعني ادعو الحريه والتغيير لمزيد من الحوار مع الجبهه الثوريه، واقول مزيد من الحوار مع الجبهه الثوريه يتحاوروا مع الجبهه الثوريه في وجهه نظره وفي الاراء بتطرحها، يستصحبوا الجبهه الثوريه بتكون جنبا الى جنب في اتخاذ القرار معهم، تتاح لها الفرصه، لا يهملوا الافكار بتطرحها الجبهه الثوريه، هي جزء اساسي جزء اصيل من مكونات الحريه والتغيير، خاضت نضالات كان نضال سلمي او عسكري انهكت النظام. ونحن بنختلف معهم حتى في تاريخ الثوره، نحن لا نسميها ثوره سبتمبر، نقول ثوره الشعب السوداني. نقرر سبتمبر نأرخ للثوره من اول شهيد قتل وكان مدني دكتور علي فضل، ثم شهداء الحركات المسلحه في 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 جنوب السودان وفي دارفور وفي جبال النوبه وفي النيل الازرق، شهداء كجبار، شهداء بورسودان، الشهداء صغتوا وهم عزل في 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 كلينتكار في كجبار يهتفوا لا الى السد، شهداء هتفوا في 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 بورسودان في مؤتمر البجا، كل دي ثوره جزء زخم وتراكم هو اللي ادى لانفجار الانتفاضة في ديسمبر، وأدت إلى تدخل الجيش ويسقط الرئيس بتاع النظام. أستاذ محمد داود بنداك، عضو المجلس الرئاسي الجبهة الثورية وعضو المجلس القيادي للسودان ورئيس حركة تحرير كوش، أهلا بك. أنا شاكر لك جدا، وهو كان صدرك رحب في هذا الحوار. ما سألتني عن القضايا النوبية دائرة ناقشها، لكن خلاص لكن نهدي لك ما يعني مقال مرسي صالح سراج، عربا نحن حملناها ونوبة، تخليه دي كده قسما نحن حملناها ونوبة. محمد صالح فهمي في الاذاعه قال وردي تقول عربا نحن حملناها ونوبة. مرسي كتبها قسما. نعم. اذا عزيزي المشاهد الكريم، لحلقتنا في حوار اخر مع ضيفي الاستاذ محمد داود بنداك، رئيس حركه تحرير كوش السودانيه، لعل الايام القادمه تحمل الكثير من المفاجات والكثير من التوقيعات. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا.